مايك كنترولر، وكنا قلنا انه مايك كنترولر هي عشان تبرمجه وخرج يقول لك اكتب البرنامج على الكمبيوتر، بتخطر فيه برنامج مايك كنترولر انت تكتب البرنامج على الكمبيوتر تمام باي لغه على حسب ما متاح، سي بيزك حسب ما يكون في اي حته كده بتهندس، لا مش في اي حته، في برامج مخصصه للمايك كنترولر. يعني ما حدش يجي مثلا على برنامج الفيجوال بيزك او السي شارب او الكلام دوت ويبرمج المايك كنترولر، مفيش حاجه اسمها الكلام ده تمام. في برامج مخصصه للمايك كنترولر. بعد ما سيبت كتبت البرنامج بتاع المايك كنترولر على الكمبيوتر، خطا بقى كده بتهندس ان انت بتعمل حاجه اسمها كومبايل. كومبايل ايه الكومبايل ده؟ قال لك كومبايل ده بكل بساطه بيحول البرنامج من الهاي ديفل اللي هي اللغه اللي هي على مستوى عالي اللي هو اف والكلام دوت، للغه ايه؟ من باينري اللي هي ماشين لانجوج. ماشين ايه؟ ماشين لانجوج. وانس ان هو سيت عمل ماشين لانجوج بيعمل لي حاجه اسمها بلاتل هيكس او هيكس فايل. الهيكس ايه؟ فايل. ايه الملف ده؟ الملف ده هو البرنامج بتاعك بس بالايه؟ بالماشين لانجوج. اول ما معاك الملف ده عندك يعني سكه من سكتين. السكه الاولى بتهندس ان انت تقوم بتاخد الملف ده وتحطه على شباك المايك كنترول بتاعك تمام. ازاي احط البرنامج على شباك المايك؟ قال لك في جهاز صغير كده ستة بتشتريه تمام، اسمه بروجرامر. ده عباره عن جهاز كده ستة بتركب عليه الشبايه وبعد كده بتحمل ايه؟ البرنامج على الشبايه تمام؟ وانس انت حملت البرنامج على الشبايه بتاخد بعد كده الشبايه بتاعتك ديت او بتفكها من البروجرامر ده وتحطها في ايه بقى؟ في الدايره بتاعتك. وابدا تمام؟ السكه الثانيه اللي انت ممكن تعملها ان انت ممكن تاخد الملف ده وتحطه على سيموليشن. في برامج محاكاة موجودة على الكمبيوتر الفرندس ماشي. البرامج ده كل انت تعمله في البرنامج اللي انت ايه بترسم الدالة بتاعتك، بكل التحريك بتاعتها بالكشري بالعدس كله تمام. وبعد كده بتحمل البرنامج بتاعك او بتحمل الملف ده على شباك المايكرو هنا اللي هي الفرندس، وبعد ما تحمله بتقول عامل ايه؟ ران. بحيث تشوف الدالة هي ايه شغالة. في ناس بصراحه قبل ما بتعمل عملي بتعمل الاول سيميليشن، يعني تقوم عامل سيميليشن وبعد كده تقوم انت ايه وبعدين تقوم ايه عامل ايه ماشيه بالسكه دي، ان هي بتقوم عامله ايه محمله الملف على الشبايه وبعدين تقوم ايه هي حاطاه في الدائره. يعني في ناس بتعمل الحركه دي بصراحه، انا ولا واحد منهم بصراحه. اوكي يا شباب، ليه سؤال؟ خلاص تمام. النهارده ان شاء الله بقى هناخد لغة سي. طبعا مش هناخد لغة سي، هناخد بس اللي هو هيلزمنا من اللغة دي في برمجة مايكرو. أول حاجة الشكل العام لأي برنامج في لغة سي، الشكل العام عامل إزاي؟ مين؟ قوسين فاضيين كده وبراكت والبرنامج بتاعك كده إيه من أنا بشرح دلوقتي ده بقى معاك الكورس، معاك البرنامج بتاعك. ده الشكل العام لأي برنامج في لغة سي. طب باشمهندس، المفروض ان اي لغه عامه سواء سي او بيزك او اي لغه فيها ايه مخازن او متغيرات او فاريبلز صح ولا لا؟ مخازن. هنا في لغه السي في انواع كتير جدا من المخازن، بس اللي يزن منهم بصراحه هم اربعه بس. اول نوع من المخازن هو كاركتر، ودوت مخزن حجمه 8 بت، يعني بياخد اي رقم من الصفر ل 255 تمام يا شباب. في بعد كده المخزن اللي هو الانتجر،
وده اكبر من كرابر. لو انت عاوز اكبر من كده قال لك الاكبر ده 16 بت، 16 بت يعني 2 بايت، وده بياخد اي قيمه من الصفر ل 65535. يا شباب وفي بعد كده اللي هو اللونج اللي هو ده اكبر كمان بقى، وده بسم الله ما شاء الله عليه 32 بت. طبعا ده بياخد قيمه ايه؟ معديه. وخلي بالك سواء ده او ده او ده ممكن ياخد قيم سالبه وموجبه، ما تخافش. يا شباب بس خلي بالك حاجه مهمه جدا، سواء المخزن ده او المخزن ده او المخزن ده، دي كلها مخازن صحيحه. صحيحه صحيح معناها ايه يا باشمهندس؟ معناها ايه؟ ان هي لو تطبق ارقام ايه؟ عشريه او كسريه. تمام؟ طب لو انت عاوز تربح حاجه فيها كسر 5.5 5.6 الكلام ده كله، هعمل ايه؟ قال لك كلمه ثانيه مكان مش نقطه. وده على فكره برضه 32 بت. بس ميزته بقى ان هو بيعمل ايه؟ ارقام ايه؟ كسرية أو عشرية. ماشي شباب؟ أي سؤال؟ تمام. طب أنا إزاي أفتح مخزن؟ إزاي أفتح مخزن؟ ببساطة شديدة هتقولوا كده مثلا على سبيل المثال انتجر إكس بالمنظر ده. وتقول له بعديها كده أنا كده إيه؟ حجزت له مكان في الميموري أو في الرام. بعد ما عملت الحوار ده بقول له إكس بيساوي 10. كده أنا دلوقتي عملت إيه؟ حطيت قيمه في الايه؟ في المخزن ده. طيب باشمهندس عندي مثلا ثلاث مخازن عاوز افتحهم مع بعض كده، ممكن تقول انت اكس وواي وزد ورا بعض كده احطهم لو انت عايز، ما تخافش. وممكن تعمل حركه اشيك من كده، ممكن تقول له لو انت عايز كمان، ممكن تقول له انت اكس بيساوي 10 والواي مثلا بيساوي 5 وزد مثلا، وتقول له ان زد هنا على طول بيساوي اكس زائد الواي. لو انت عايز انا كده هنا عملت ايه؟ 2 في 1 حجزت له مكان فيه الميموري وكمان ايه؟ خزنت جواه. كل حاجه متاحه قدامك ما تخافش يعني. خلي بالك حاجه بقى مهمه جدا، ان انت لو حطيت لو انت عندك مثلا انت اكس ولو حطيت دوت كده مخزن ممكن تحط فيه ارقام موجبه او سالبه. انت بس ممكن تجبر ان هو يبقى ارقام موجبه فقط، ازاي؟ ان هو تحط قبليه كلمه انساين. لو انت حاطط كلمه انساين قبل انت كده انت هتجبره ان هو هيبقى ايه؟ موجب فقط. اي سؤال؟ ماشي شباب؟ تمام. في حاجه مهمه جدا كمان، البحث اللي هو الكارت ده. الكارت ده على فكره لو انت مثلا قررت مثلا اكس مثلا، على فكره انت ممكن تحط داخل الاكس دوت رقم، بس رقم من كام لكام؟ انت لازم تقول رقم من كام لكام؟ من 0 ل 255 تمام؟ او ممكن تحط في جواه اوبشن تاني لو انت عايز رف حرف خ اكس مثلا سنجل كوت ان. ده معناه ايه؟ ان انا حطيت ايه؟ حرف داخل الاكس. على فكره برامج دخلت حرف على فكره، بس حرف ده عباره عن ايه؟ رقم. وهتنسى كده على فكره، ما تبقاش بقى الحرف ده حاجه ممكن حاجه ثانيه خالص. الحرف ده على فكره عباره عن رقم، رقم من كام لكام برضه؟ من 0 ل 255. لو انت بتيجي حاجه اسمها ايه؟ الاسك كود، تعرف الاسك كود؟ هتقول لا. تمام. اي سؤال؟ يبقى ميزه المخزن اللي هو الكاركتر ده او القاعده ده، ان انت ممكن تحط جواه ايه؟ حرف. حرف واحد مش حروف، حرف ايه؟ طب لو انت عارف حروف اقول لك بقى تعمل ايه؟ اي سؤال؟ اي سؤال شباب؟ خلاص. الحاجة التانية اللي انت كنت تعرفها في لغة السي حاجة اسمها الريز، دي مهمة جدا. الريز، ايه الريز دي؟ قال لك ان الريز ده عبارة عن مجموعة من المخازن المتتالية اللي بتحمل نفس الاسم وليكن اكس.
وخلي بالك ان ميزه المخازن دي ان كل مخزن من دول ليه ايه؟ ليه الوان معينه. ومش كده وبس، ليها نفس السايز. يعني ايه نفس السايز؟ قال لك يعني نفس النوع. يعني لو اكس دوت انتجر هيبقى ده انت وده انت وهكذا كله انت. باشمهندس اديني مثال ممكن؟ على سبيل المثال عايز اعمل اري اسمه اكس. اري اسمه اكس، الاكس دوت فيه اربع مكانات. مثلا 10 30 500 مثلا 230. عايز اعمل حاجه زي كده في الميموري، او عايز افتح مخزن من لندن بالشكل ده. اعملها ازاي؟ اولا ده كام مخزن؟ كام مخزن يا ولد ده؟ أربعة. حد يعرف يقول لي دوت يبقى كراتر ولا انتجر ولا لونج؟ براحتك. بص بص على اقصى قيمه فيه، يعتبر قيمه كام؟ 500. احنا قلنا نفس الكراتر ده بياخد كام من كام لكام؟ عدى 255. بالست دي 55 اقصى، يبقى ابعد عن ايه؟ عن الكراتر. شوف الانتجر. الانتجر ده بياخد من الست بكام؟ 65575. خلاص يبقى هقول له كده انت اكس. هنا اكس كام مثلا؟ أربعة مخازن. أربعة، هو بدل بس هو خمسة أربعة، أربعة. تمام. كده إيه؟ افتح لي أربع مخازن في الميموري ورا بعض اسمهم إيه؟ إكس. وبعدين هتعمل إيه يا باشمهندس بقى؟ هتعمل لك باي ذا واي بعدين أنت جاي كده، بعديها كده. باين له إن إكس بصفر. إكس بصفر بيساوي كام؟ 10، إكس بواحد بيساوي 30، وإكس باتنين بيساوي 500، واكس ب 3 بيساوي 200. ماشي بقى؟ اي سؤال؟ باشمهندس مفيش طريقه اشيك من كده عشان شكلها طريقه قبل الاول. اه باشمهندس مفيش طريقه اشيك من كده لو انت عايز. ممكن تعمل اثنين في واحد بيرت بلس. ايه يا سيدي؟ باشمهندس مش الاكس اوف 4 دي كانت ايه؟ تهيألي ممكن تبقى اكس اوف 3 على اثنين صفر واحد اثنين اري يعني ايه؟ الاري اللي هي اكس اوف 4 يعني اصلا مش اكس اوف 4 اقصى حاجه كام؟ في البدايه في البدايه خالص الاكس اوف 4 ده معناها عدد المخازن اللي انت عايزها. انت عاوز كام مخزن الاكس؟ 4. بتقول له انا عايز اربع مخازن بس عرفت اول نقطه بتبدا من كام؟ من الصفر. من الصفر. طب ما انا اقصد ان كده اخرها 3 ايه؟ يعني اقصد ان هي كده اخرها 3 ايوه بالظبط. اقصد التعريف فوق خالص ايه؟ ده السايز، ده السايز يا باشمهندس، السايز ايه؟ مثلا بيعمل اعلى اه كل لغه على فكره في المات لاب على سبيل المثال بيبدا من واحد. يعني مش كل لغه وليها سيستم معين خاص بيها. ماشي يا شباب؟ ممكن تعمل بشكل اشك من كده، ممكن تقول له كده انت اكس وتعمل قوسين فاضيين بس وتقول له يساوي وتفتح كده بالمنظر ده اللي هو البراكت ده حط على القيمة اللي انت عايزها 10 و30 و500 و230. الله ده جميل قوي يا باشمهندس. اه دي اجمل بكتير على فكره. هنا عمل فكره اثنين في واحد. هنا فتح مخازن ايه؟ الري وعد عدد الايه؟ الارقام معايا يا باشمهندس؟ وعد عدد الايه؟ الارقام. هنا كم رقم؟ هو ايه اول ما عد عدد الارقام فتح كم مخزن اكس؟ اربعه اوتوماتيك من نفسه على فكره. وكمان خزن جواهم ايه؟ القيم. دي اشهر من تعمل المنظر. اي سؤال؟ اي سؤال؟ بس ده الاكل. في حاجه ثانيه كمان بس معلش. فرض ان انا عاوز اعمل مثلا مخزن اسمه نيم والنيم ده عايز احط جواه اسمي هشام عباس. هو الاسم هشام حلمي بس انا هشام عباس. خلاص؟ عايز اعمل حاجه زي كده. تعملها ازاي دي؟ باشمهندس المشكلة إن كل حرف من دول عبارة عن كاركتر صح ولا لأ؟ أو 1 بايت. أعملها إزاي دي؟ هتقول له كده كار نيم والنيم دي عبارة عن أري بس أري نوعه إيه؟ كاركتر. وقول له بيساوي على طول افتح دبل كوتيشن كده واكتب جواه اللي أنت عايزه هشام مسافة على نفسك. أنت عارف أنت بتعمل إيه؟ عمل أري على فكره، هو النيم ده حاجه عباره عن أري. بس هنا بقى يبقى أري نوع ايه؟ كاركتر. كاركتر معناه ايه؟ معناه ان هو كل حرف من دول حطه في مخزن.
ايش بقى ايش شباب، ودي الطريقه اللي انت تحفظ ايه اسم كامل في اكل ايش بقى. بعد كده هياخد الاف اس تي حاجه اسمها بروجرام كنترول. ايه بروجرام كنترول؟ سيادتك لازم تتحكم في سير البرنامج ازاي الكلام ده بيتم عن طريق الاف واللوب والكلام ده. اول حاجه احنا عايزين لازم ناخدها اللي هي الاف ستيتمنت. اف اتس البرنامج بيمشي ازاي؟ قال لك البرنامج بيمشي كده، البرنامج بيمشي طبيعي كده، ماشي ماشي كده طبيعي من فوق كده لغايه ما يوصل للاف. اول ما يوصل للاف يا باشمهندس بيعمل ايه؟ بيشيك على الشرط. الشرط والله يا باشمهندس لو كان الشرط ترو هيعمل ايه؟ هينفذ البرنامج او كل اللي هو داخل الاف ده. بعد ما يخلص هيطلع ايه؟ بره. طيب لو كان الشرط فولس، انك لو كان الشرط فولس او ما اتحققش هيطلع ايه بقى خالص؟ هيفوت كل الكلام ده يا باشمهندس ويطلع ايه؟ مرفوض. يبقى شرط تنفيذ الكود ايه؟ ان الشرط ده لازم يبقى ترو. ماشي بقى؟ لو كان فولس سوري سوري لو كان فولس اسف لو كان فولس اسف كتير لو كان فولس فولس هينفذ الايه؟ الاكس. سؤال تاني برنامج مش طبيعي اول ما يقابل ايه هشيك على الشرط لو كان تروح هينفذ ايه؟ الكود ده ولو كان فولس هينفذ اللي تحت الاكس. انا بصراحه عن نفسي احيانا 90% من البرامج بتاعتي ما بحبش احط الايه؟ الاكس. اصل هو كده هينفذ الايه؟ اللي بعد الاف تمام؟ لو كان الشرط ده فولس. في حاجة اسمها لوبس. لوبس ايه اللوب دوت؟ في اشكال تعرف انه في اول ابسط شكل اللي هو الوايل لوب. وايل براكت براكت. البرنامج بيمشي ازاي؟ قال لك البرنامج بيمشي طبيعي بتكون طبيعي. اول ما بيجي هنا بيشيك على زي الاف بالظبط بيشيك على الشرط. تمام؟ اول ولو لقى الشرط ده بتروح يا جماعه هيعمل ايه؟ قال لك لو الشرط ده بتروح هينفذ ايه؟ الكود ده اللي هو داخل ايه؟ الواي. بس الجديد بقى او المختلف عن الاف ان الاف ايه؟ وانس انه بيخلص بيطلع بره خلاص. لا هنا بقى وانس انه بيخلص بيرجع تاني. بيعمل تشيك. يعني هنا يا جماعه ايه؟ يعني ما هوش بيرجع تاني، هنا بيديها هنا بينفذ بيطلع ورا خلاص، هنا لا ايه؟ بيرجع تاني عشان ايه؟ يتشيك. لو لقى لسه بترو تعمل ايه برضه؟ هنفذ هيقعد ينفذ الكلام طالما ان ده ايه؟ بترو. طيب لو الشرط ده اصبح فولس ايه وقت من الاوقات؟ لا هيطلع ايه؟ بره. اي سؤال؟ سؤال؟ لو هو جه عليه ولقى شرط مكتوب فولس ايه اللي هيحصل؟ مش هنفوز زي الاف بالظبط هيطلع ايه على طول ايه؟ هيفوت كل الكلام ده ويطلع بره. اي سؤال؟ تمام. في حاجه تانيه احنا اسمها فور لوب ودي انت ودي احنا عارفينها يا شباب شكلها عامل ازاي دي؟ هتقول له كده فور البدايه سيمي كولون شرط النهايه سيمي كولون المعدل. ايه الفرق بين ده وده؟ هنا على فكره يعني ممكن يقعد فتره طويله على حسب الايه؟ الشرط ده. هنا قال لك الفور ده الفرق بينه وبين الواي ان انت هنا ممكن الكود اللي بتنفذ هنا ممكن ساعتها تنفذه عدد معين من المرات عدد معين. بناء على البدايه والايه؟ والنهايه. على سبيل المثال لو قلت له فور
اي بتبدا من الصفر واي اقل من او يساوي 5 اي مرة. من الصفر لاربعه. بعد كده معايا وابدا من كام؟ صفر لاربعه. من الصفر ويتعدي كام؟ خمسه. يبقى كام مره؟ ست مرات. طب لو الراجل يساوي ده؟ خمس مرات. خمس مرات، فهمتوا القصه؟ على فكره اليساوي تفرق قوي معاك. ماشي بقى؟ خلاص؟ طب شباب انا في حاجه يعني هنا نسيت اقولها. لو انا قلت هنا واي واحد. ده معناه ايه؟ ترو او ترو؟ انفينيت لوب، انفينيت ايه؟ لوب بقى يعني لو قلت كده تحكي لي بقى لو قلت له كده واي واحد الكود اللي هنا ماله؟ ترو ده ماله ايه؟ احفظه. حفظ معاكم 99.9% من مين بلاجر مايكرو قام على القصه دي. طيب الفور لوب لو انا عملت النظر ده فور سيمي كولون سيمي كولون ايه ده؟ لا في بدايه ولا في نهايه ولا في معدل ولا اي بطيخ، ايه ده برضه؟ ايه ده؟ فاينايت اوردر؟ مين يقول؟ فاينايت اوردر؟ برضه فاينايت. بجد الشغل ده هي دي هي دي. ماشي بقى؟ ماشي بقى؟ مين مفتاح خاص بيه؟ كان مسجل؟ في منتج يا فندم سجل؟ هشيله في المونتاج. في منتج. بس. مسجل يا ابني؟ شوف الكلام ده. سجل جيد جدا. هشوف الفيديو ده. بص يا ابني. ناخد بقى اكزامبلز. وير از مايك كتير وكل الكلام ده. مسجل يا ابني؟ اكزامبل ناخد بقى اكزامبل حقيقيه او دوائر حقيقيه معاكم. عاوز اعمل دايركت مايك كنترول يا شباب فيها 8 ليدز 8 ليدز. تمام؟ 8 ايه؟ ليدز. مين؟ لا مش موجود ده مش موجود لا مش موجود ده عاوز اعمل دايركت فيها 8 ليدز. الدرع دي يا باشمهندس انا عاوز الثمان اللي بتدرع يا باشمهندس ايه يبقوا كلهم اون كلهم اون او شغالين بزمن مقدار نص ثانيه وبعدين يبقوا اوف. تمام؟ وعايز الليد دي تفضل اوف لزمن مقدار نص ثانية وبعدين تبقى ايه؟ اون. طب دي كلها مسائل بسيطة كده يعني ممكن تروح عشان يجيبها ممكن ما يجيبهاش انت حافظها كده. بس هو لازم الامتحان دايما يجيب اسنان دايما فيها ليد انت حافظها كده. عايز اعمل تمن. تمن ليد كلهم بيبقوا شغالين منورين لزمن نص ثانية وبعدين يبقى اوف وبعدين يبقى اوف لمدة نص ثانية وبعدين يبقى ايه؟ اون. يعني عارف اعمل ازاي؟ لما بيقول لك تروح اعمل تشيف اكتب برنامج لازم تعمل اثنين ترسم الدايره وايه؟ وتكتب كل دايره لو قال لك ترسم الدايره تعمل اثنين برضه ترسم الدايره وتكتب ايه؟ البرنامج ده الدايره دي عليها نقطه ضرب ودي عليها نقطه ضرب اسمع الكلام عشان خاطر اول حاجه شد انت منها ان انا ارسم ايه؟ الدايره تعالى بقى كده معايا براحتك الاول ما انت تعمل كام الدايره؟ براحتك انا كام الدايره 8 انت اول خطوه لو قلت محمد شريف ما حددتش البكايه بتاعتك ما حددتش البكايه او شبات المايك كنترول بتاعتك تمام؟ شوف بقى تمن للدال ان كان عندك في شبايه عندك في الكورس احنا خدناها حتى الان اللي هي بيك بيك 16 اف 84 اي والله يا باشمهندس في السيشن اللي فات خدنا ال 100 فيها اثنين بورد بورد ايه وبورد ايه؟ بي البورد ايه كان كام طبعا؟ خمسه وبي كام؟ 8 هنا في بورت بي كام؟ 8 دول يكفوا كام للداية؟ 8 ليه بقى ايه؟ تكفيني البكاية حلو مش عايز حاجة أكبر من كده يبقى كده عندك ادي الفيديو بتاعي هوصله بإيه؟
بالخمسة فولت ولا البي اس اس وصوله من ايه؟ الارضي. دي حاجه اساسيه معاك سواء انت سواء عايز ايه بقى ماليش دعوه. وعندك هنا الماستر كبير اللي هو ام سي ال ار كومبلمنت. وصوله ايه يا جماعه؟ بمقاومه كام؟ دي كام؟ 4.7 كيلو. تمام. وعندك هنا كمان كريستاله بتاعتك اللي هي على او سي سي 1 واو سي سي 2. تمام؟ حط الكريستاله كده. قيمة الكريستاله كام؟ برضه دي محافظة السكان 4 ميجي هرتز. تمام؟ وتديها وراها كده مكثفين او تو كابستورز بالمنظر ده ومنهم على الارضي. قيمة المكثفات دي كام؟ 22 ديت بيك 16 اف 84. انت ده اساسي عامة في اي بكاية سواء صغيرة او كبيرة. تعالى بقى شوف هو عايز ايه. شوف هو عايز ايه بقى. وهنا عارف كام للدايرة؟ 8. احنا قررنا ان احنا هنوصله ببورت ايه؟ بورت بي. بي. تعالى بقى نحتني كده. 1 2 3 وهكذا لغاية ايه؟ ده ار بي 0 ده ار بي 1 ار بي 2 ار بي كام؟ 7. اوسع طول الاتجاه كده بتتحرق على طول. لا لازم معاها ايه؟ مقاومه. حط مقاومه وراها ايه؟ الاتجاه. دايما ده عندك الحوار ده. اي الاتجاه ده لازم معاها ايه؟ مقاومه. كتب المقاومه دي كام؟ 53. الاتجاه ده تاني ايه؟ مقاومه. وراها مقاومه تاني كده برضه وراها وهكذا في المنظر ده. الدائره. طبعا كده بقى تكتب ايه البرنامج بتاعك؟ ايه البرنامج؟ برنامج سهل وبسيط. وده بقى عصب المايك. بسم الله. ويت مين. قدامك في اي برنامج انت لازم تظبط الانبوت اوتبوت بتاعك، لازم او خطوه ايه؟ تظبط الانبوت اوتبوت بتاعك. البورت بي هنا اوتبوت ولا انبوت؟ اوتبوت ولا انبوت؟ اوتبوت ليه؟ ايه؟ يطلع على الدات. يطلع على الدات. طب ازاي اظبط البورت بحيث اخليه اوتبوت؟ ايه اللي نزلت لك بظبط الحوار ده اللي هو ايه؟ التريش سيستم. وما دام ده بورت بي يبقى تريش ايه؟ بي. ده الريزلتر اللي هو بيظبط ايه؟ اتجاه الافراح. على فكره لسه حتى ما اتكلمتش على الاداء هتنور ولا هتنور والكلام ده. انا لسه بتكلم على ايه؟ اتجاه الافراح. تمام. انا عايز اخلي كل اوتبوت فنعمل ايه؟ هتبقى كام تيست كام؟ زيرو. ها تبقى كام؟ صفر زيرو. ده ايه؟ قال لك بالمنظر ده كده هخلي كل الاطراف كلها اوتبوت. ليه يا سيدي؟ قال لك مثلا لو دخلت جوه التريست بي كده 1 2 3 تمام. لو انت دخلت جوه كده لو انت عاوز تخلي كل اوتبوت يبقى لازم يكون هنا كل ايه؟ اسمها بالمنظر ده كده. فهتبقى المنظر ده مش مرتبط بكام تسبي كام؟ بصفر. طب تمام. دلوقتي اصبح كله الحمد لله اوتبوت. كله دايما قاعده. يفضل دايما في اول برنامج لو انت عندك حاجه اوتبوت لازم تكون برنامج تبقى ضامن ان هي مطويه. يعني عليها كل ايه؟ سبارت. ليه؟ خلي بالك هنا الحمد لله للدافع. ممكن بقى الشباك تكون مثلا بتتحكم مثلا في منشار كهرباء، بتتحكم في شريور، اي حاجه او في قطاعه، فتيجي شباك تشغل الدائره اول مره تلاقي ايه؟ تشتغل من نفسها. ليه؟ عشان انت في اول البرنامج هنا المفروض يعني المفروض ايه؟ تبقى كوره تبله متصفره. ودي حصل على فكره في احدى المشاريع في السنين اللي فاتت انه كان احد الطلبه نسى يحط او نسى يصفر الاطراف في بدايه البرنامج، فالسير اللي هو بتاع خط الانتاج ده اشتغل من نفسه فايده ايه؟ اتفصل. فدايما تفضل دايما يفضل في اول برنامج تعمل ايه؟ نصفر القيم دي. طب ازاي اصفرها بقى؟ انا هحط على قيم بس اصفرها كلها. احط اكتب ايه؟ خلي بالك ان ده بيخلي ايه؟ البورت بي اول. كل الاطراف هيخليها ايه؟ اول. انا عاوز بقى الخطوه بعد كده احط عليها كلمه كلها صفار.
اعمل ايه؟ انا في ريجستر تاني اسمه بورت بي ريجستر، بورت بي ريجستر. انا عاوز اخلي الديت كلها مطفيه، يبقى خط هو كام؟ صفر. كده هيبقى كل الليدز مدى اوف. هو دي معناه ايه؟ دي كومنتات ماشي؟ طيب بص هنا بتاع كده، هو البرنامج ده هتنفذ مره ولا هو هتنفذ على طول؟ يعني هل ده هتنفذ مره ولا ده على طول؟ انت مش مقفله. بص كده الموضوع عامل ازاي؟ مش شغال ينفع على طول صح ولا لا؟ يبقى هيبقى داخل ايه؟ وايد وان. وايد وان او فعاليه اللوب بقى اي حاجه اختارها بقى. اقول له كده وايد واحد. اول مره يا باشمهندس الديت كلها ايه؟ هتنور. معناها ايه؟ قال لك معناها ان هنا هيبقى الاطراف دي كلها ايه؟ وحايد. يبقى هقول له هنا بعدين ايه؟ اقول له هنا ايه؟ تريس بي بيساوي ايه؟ بورت بي مش تريس بي. اقول له بورت بي بيساوي انا عايز انور كل الليدات اخليها كلها بوحايد. يعني انت عندك تك يعني انت عندك كام واحد؟ ثمان وحايد ده بورت بي. دي كام دي يا جماعه؟ 256 255 او 0 اس كام؟ 0 اس معناه ايه؟ الاكس انا هقول له كده بورت بي بيساوي نوع اف بي 0 اكس اف اف المنظر ده. اول ما ننفذ البرنامج ده هتبقى او فيليب اول ما ننفذ الصوت ده يا باشمهندس هتبقى كل الايه؟ اللي انت مالها يا جماعه؟ خالص تمام. وبعدين قال لك بعدين يا باشمهندس هستنى زمن كام؟ نص ساعه. استنى معناه ايه؟ معناه انت هتوقف البرنامج نص ساعه او اوقفه ازاي؟ قال لك في مهندس اسمه جليل ديلي اندر سكور ملي سكند. ملي سكند ده معناه ايه؟ قال معناه ان الزمن اللي هو هيكتمل هيبقى بايه؟ بالملي سكند. كده اقف كام ثانيه؟ نص. ده كام ملي؟ 500. ده معناه وقفت البرنامج ايه؟ نص ثانيه. تمام. خلاص الزمن ده خلص خلاص هيعمل ايه بقى كده؟ هنلعب على السطر اللي بعديه. بالمنظر ده اللي ده تبدا شغال نص ثانيه، انا بعد كده اقفل اللي ده صح ولا لا؟ يبقى اقول له ايه؟ بورت بي اطفيها كلها تساوي الصفر كده ايه؟ كلها اتطفى. عاوز تدي مرحله زمن كام؟ عاوز تدي مرحله زمن كام برضه؟ نص ثانيه. نص ثانيه يبقى برضه هقول له ايه بعد كده؟ تلاقي اندر سكور ملي سكند كام يا جماعه؟ 500. اي سؤال؟ وبعدين هرجع تاني للاول كانت موجوده عليها متى؟ شغال على طول. اي سؤال؟ تعالى نشوف الكلام ده على الكمبيوتر فقط. اي حاجه قديمه موجوده هتعمل فايل وبعدين كلوز ايه؟ كلوز اول. تمام؟ وبعدين حضرتك هتجيب بروجكت ونيو بروجكت وبعدين نيكست. الخطوه الاولى يا باشمهندس ان انت لازم تحدد الشباك بتاعتك. هنا الشباك كام؟ 16 اف 84 ايه؟ اهي موجود اهي. تمام؟ على فكره مش في بتاع شباك كتير جدا، انا عايز بس 16 اف 84 ايه. تمام؟ وبعدين نكست. الخطوه الثانيه ان انت لازم تحدد قيمه الكريستاله، قيمه الكريستاله كام؟ يبقى 4. وبعدين نكست. الخطوه بعد كده ان انت لازم ايه؟ تحدد له انت هتسيب فين الملف. فهنيجي على الديسك توب على سبيل المثال الديسك توب وهفتح فولدر هسميه عباس. والرخامه كمان هسمي الملف الاسم برضو عباس. ده عندنا والسنه الجايه ان شاء الله لو لنا عمر ان شاء الله هسميه برضو عباس برضو لو في عندنا في السنه ان شاء الله. نيكست 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 فينش. خلاص؟ تمام. هنا على طول عامل لك هنا ايه؟ فويد مين و بيقول لك اكتب بقى سيدي انت عايزه. اول حاجه اقول له ايه؟ تريس بي بيساوي صفر ووراها بورت بي. بورت بي بيساوي الصفر. وبعدين بقى هقول له ايه بقى؟ وايل واحد. اول مره يا باشمهندس اللي اديت مالها كلها هنورها. هقول له بورت بي بيساوي 0 اكس كام؟ اف اف. واستنى نص ثانية يبقى ديلي ملي سكند 500.
وبعد كده بورت بي بيساوي الصفر اطفي الليدات كلها واستنى برضو نص ثانيه بديلي ميلي سكند كام 500 خلاص خلصت فيها من سالفه خلاص بعد كده هعمل ايه بكين الكومبايل بقى نوت البرنامج ده لازم نعمل حاجه اسمها كومبايل تعملها ازاي هتجيب بيلد وبعدين تعمل بيلد خلاص كده تمام مفيش اي مشاكل طبعا لو في اي حاجه يا جماعه ناقصه على سبيل المثال مثلا في مثلا سيمي كولون ناقصه وجيت تعمل بيلد هيجي لك ايه ايرور هيقول لك السطر الفلاني فيه مشكله تعالى كده حتى لو انت شفت الفولدر اللي هو اسمه عباس شايفه لو انت دخلت جواه هتلاقي فيه ملف اسمه عباس دوت ايه هكس ده ملف ايه ده اللي هو البرنامج بتاعك بس بالايه بالماشين لانجوج اللي انت بقى ايه هتحطه على الشباك بتاعتك او حسب ما انت عايز احنا حاليا ما فيش معانا شبايه فاحنا ايه هيبقى كل سيميوليشن في برنامج اسمه بروتوس طبعا على فكره اديت لكم اللينكات للبشمهندس تمام عاش بيقول في مشاكل كده تقريبا اشوف ما اعرفش ايه بصراحه اللي بيحصل بس اشوف لكم يعني وهشغل برنامج البروتوس اهو ده ايه ده؟ قال لك ده برنامج سيميوليشن ده على فكره البرنامج ده رهيب ده. رهيب بمعنى الكلمه يعني لو انت شفت الامثله اللي عليه الهلب مثلا وشفت الحاجه اسمها سامبل ديزاينز في يا جماعه مجموعه امثله ودوائر فظيعه على سبيل المثال مثلا في مثلا دايره مثلا بيك 18 في مثلا دايره مثلا زي دي كده تخيل ان دي عباره عن لعبه شطرنج بالمايك كنترولر يعني هنا جايب لك شاشه ال سي دي شاشه ال سي دي وجايب لك الشبايه وقصه كده يعني انت عملت ايه؟ شغلت البتاع ده شغلت الدايره دي تمام؟ جايب لك شاشه ال سي دي فعلا شاشه ال سي دي وفيها شطرنج وانت وشاشه ايه تاتش كمان يعني انت بتك كده بتقول له ايه؟ اتحرك هنا وبعدين مش عارف زي ما كده بتلعب شطرنج بالظبط. ف يعني ده برنامج فظيع جدا سيميوليشن لحاجات فظيعه لاي حاجه انت عايزها اي مايكرو بروسيسور سيستم بتعمل منها انت عايز. عامه احنا ايه عايزين ايه ملف جديد يعني نبدا بالكلام دوت. وهنعمل ايه؟ مشروع جديد. اول حاجه شركه باشمهندس لازم هتعملها ان انت هتجيب ايه الكومبوننتس بتاعتك اللي انت عايزها هجيب الكومبوننتس اهي تك عليها اللي هي شبه مكبر العمليات دي وبعدين تجيب حرف البي دهوت تمام وايه بعدين ايه هطلب الكاب بتاعتي او اما ساعتك كل الكومبوننت انت عايزها اول حاجه بيك 16 اف 84 اي اهي ودبل كليك وبعد كده هجيب الكريستال ده كريستال اهي ايه حتى منظرها على الجنب اهي دبل كليك بعد كده كمان هجيب مكثفات كاباستورز بس يعني اول مره بس كده ايه بقى لسه بصبح على بعض على ايه بقول لكم كل الكلام ده بعد كده كاباستورز الكاباستور يا باشمهندس اهي ادي الكاباستور خلي بالك انا عارف كاباستور عام بس يعني حاجه سيميوليشن مش حاجه محدده يعني فهقول له كاباستورز وبعدين هتيجي على حاجه اسمها السب كاتيجوري اللي هي ديت وهتطلع حاجه اسمها جينيريك ده هنا مكثفات عامه يعني ايه عشان السيميوليشن فقط عشان ايه سيميوليشن دبل كليك بعد كده هتيجي كمان مقاومات يبقى ريزيستورز هجيب ريزيستورز وبعدين برضو ايه جينيريك وبعدين هجيب ده تمام دبل كليك عارف كمان ايه؟ ليدات قلت بليد الليدات في ليدات كتير جدا اهي اهي في على فكره تشكيلات فظيعه حاجه كل اللي انت عايزه موجود في السوق موجود هنا في حاجه في حاجه كمان الوان وكذا لون وقصه كده انا عامه انا هاخد ليدات صفراء ده انا معناها لا حمراء مش هتبان للاسف كده بس دي انا عاوز صفراء ما اعرفش ازاي كده خلاص اوكي ماشي يا شباب اول حاجه انت ايه هتحطها البيكات بتاعتك خلي بالك ان اول تكه بيديك اوبشن تحط تعجبك التكه الثانيه بيثبتك على اسمك اوكي
انا عاوز اعمل زوم شويه يا باشمهندس. لو انت عملت زوم عاوز تعمل زوم عن طريق بكره الماوس اوكي زوم ان وزوم اوت. اطلع زي البكاب بتاعتك هيت ايه ده ده ايه بورت بي ودوت بورت ايه وايه ده ده الماستر كلير ودوت باشمهندس في حاجه ناقصه الفيديو فيز اس هو ليه مش حاططهم؟ لا انا هجيبهم هو اساسا ده سيميوليشن فهو فرض ان البكاء اساسا وصلها ايه؟ كهرباء حطها مش داعي يعني. طب تعالى الاول نحط ماستر كلير الاول ادي الريزستورز قيمته مكونه كام؟ 10 كيلو انا عايزها كام؟ 4.7 يبقى دبل كليك خليها 4.7 كيلو ريزيستنس هنا اوكي وتوصلها في دي. انا عاوز نحكي هنا ايه؟ 5 فولت صح ولا لا؟ اجيب منين 5 فولت؟ قال لك تعالى هنا على حاجه اسمها التيرمينالز ده اهي وبعدين حاجه تلاقي حاجه اسمها باور وجراوند شايفينها دي؟ باور وايه؟ وجراوند اخد باور وبعدين توصل ده بده تمام حلو قوي. تعالى بقى على الكريستاله ارجع تاني للكومبوننتس وتعالى هات الكريستاله حط الكريستاله اقلب الكريستاله انا تخلق عملت لها بس روتيت وهحل لك موتها كام؟ 4 ميجا هرتز دبل كليك عليها وتقول له ان الفريكونسي بتاعها 4 ميجا هرتز. مش انت كنت حددتها من بره يا باشمهندس؟ بره من ايه؟ ده كان في برنامج المايكرو سي اللي هو ده حاجه ثانيه اللي هو البرنامج الثاني ده ماشي؟ تمام توصل ده بده وده بده سهل قوي يعني. والمكثفين بتوعك ادي واحد ودبل كليك كده غيره خليه 22 بيك فرد وادي الثاني كمان و22 بيك فرد تمام لذيذ قوي الحوار ده حلو قوي باشمهندس بصراحه يعني بصراحه انا كان نفسي تكون الكليه كلها كده بدل المواد اللي انا عمال اخدها ديت خلاص وبعدين نحكي لها هيبرين ايه ارضي اجيب الجراوند من هنا برضو المنظر ده على فكره ممكن نخلي المواد كلها كده لو انتوا عايزين يا شباب بس كده بس كده هتشتغل كليه هندسه هتبقى ايه المعهد الهندسي العالي فيعني في فرق ما بين تكون هندسه ومعهد احنا هنا عامه يعني بنحاول نربط الايه العملي بالنظر على قد ما نقدر على قد ما نقدر نيجي نحكي هنا بقى ايه بقى نحط الليدات بتاعتنا تعالى كده الكومبوننتس وتعالى ايه ليه الليدات هات الليدات بتاعتك كده وقلبها تمام وحط جنبها مقاومه هجيب مقاومه برضو هنا كم مقاومه كام حاليا؟ 10 عاوز اخليها كام؟ دبل كليك و 330 والناحيه الثانيه دي حاطين ايه؟ ارضي نرجع تاني لدوت ونجيب ايه؟ الجراوند تاخدها كده مكان كده احلى حاجه في الموتور ايه بقى؟ الكوبي بيست الحمد لله تقوم انت كده واخدها كده وعامل كليك كلمين عليها عامل حاجه اسمها بلوك ايه؟ بلوك كوبي وتبقى عامل حاجه زي الختامه كده تن 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 وتنين وكمان تن كده كده كم واحده؟ خمسه عد كم طن الختامه؟ كمان طنيه كمان؟ كده 8 صح؟ 8 مظبوط وتوصله بقى بالايه؟ بالبورت بي على فكره انا بعمل الكورنرز ديت اللي شايفين دي شايفين دي يا جماعه عن طريق كليك كل كليك بتعملها بيديك كورنر شوف دي التكه ومي ايه بيديك تكه كمان بيديك ايه حاجه اسمها كورنرز انا دايما بحب اخلي الاسماء تبقى ايه ايش حلو وايه جميله منظمه كده خلاص اكيد خلاص تعبت سهل الحوار مش اسهل منه خطوه كده مش مهم بقى ان انا احمل الايه البرنامج هنا احمل البرنامج انت عملته فين هنا او ملف ليكس هنا دبل كليك عليها او هنا عندك كل الكلام ده هنا بس خانتين البروجرام فايل وهنا لازم خانه فاضيه ديت ليه؟ حتى لما مش هلاقي برنامج لغايه دلوقتي والحاجه الثانيه ودي في مين قوي حاجه اسمها بروسيس كلوك فريكوانسي يجي يا باشمهندس قال لك دي كانت دي قيمه الكريستال بتاعتك قيمه الكريستال كام؟ 4 البروجرام فايل اجيب البرنامج بتاعك هنطلع ديسك توب عباس هو اساسا لو دخلت جواه مش هيشوف غير الهكس رغم كيفين فكر كده بس مش هيشوف غير ايه؟ غير الهكس دبل كليك خلاص
وتديها ايه اوكي. لو انت عملت كده ران هتعمل ران تحت شايف ديت ده اهي هتعمل ران سبحان الله هذا من عند الله تمام يا شباب. هو سؤال ايه يحصل يا باشمهندس لو انت قللت الزمن بتاعك قللت الديلي اللي هو ده خليته مثلا 100 هتبقى اسرع. تعالى نشوف كده واحد نخليها هنا 100 ونخليها هنا ايه 100 وتعمل برضو ايه بيلد كل مره تعمل بيلد وترجع تاني لبرنامج المحاكاه. مش عارف هو لسه حامل تاني البرنامج ده اساسا. لو انت شفت جواه هتلاقي لسه عامل لينك مع الايه مع الملف. يعني معناه ايه؟ معناه ان ايه ايه تعديل بتعمله هناك بتنقل هنا اوتوماتيك. كويس بس انت بتعمل ايه؟ ران او بلاي. بسم الله ما شاء الله. اعتقد ممكن تعمل اشكال انت عايز. ممكن مثلا تعمل كده 0 اكس مثلا اي اي 155 0 اكس 55 اي حاجه انت عايزها اعملها. لمبات زينه وحلوه جميله خالص. خلاص نقعد شويه عليها نقعد شويه تعمل ايه عاوز خلي العمليه كنترول شويه. اي خلي العمليه كنترول شويه. كنترول يعني ايه؟ يعني مفيش مفاتيح كده يا جماعه. تبقى جميل قوي خالص كده لو فيها مفاتيح كده. طب عينينا هتظهر لك كده عشان ايه؟ عينينا هتظهر لك وقفه؟ نحط البتاع فوق السين. يا حاجة البرنامج هتبقى ده بقى غالبا بيجي امتحان قوي. الفكرة هتبقى ايه؟ عاوز اعمل ايه بقى؟ عاوز يبقى عندي ثلاث مفاتيح سويتش 1 سويتش 2 سويتش 3 وتمن للدات يعني كان عندي ايه ادي البدايه مع مقوم داتا وادي البدايه الثانيه وهكذا. بيقول لك هنا ايه بقى؟ عاوز لو انا ضغط على السويتش الاولاني ضغط عليه يعني اف السويتش واحد بريست يعني ايه بريست؟ يعني كنت بواحد يعني انت كنت بواحد لوجيك يعني ايه اللي يحصل؟ قال لك هيديك الشكل ده على الليدات صفر 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 وبعدين بعد نص ثانية هيديك واحد 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 ويرجع تاني الشكل الاولاني بعد نص ثانية. وسط ولو السويتش الثاني نسيت اضغط عليه يعني لو السويتش 2 كان بريست هيديك شكل ثاني صفر 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 واحد 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 صفر 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 صفر. وبرضه في نص ثانية لكل اكشن من الثاني. في حاجة كتير لو السويتش التالت سيبت تضغط عليه هيجيب شكل ده. صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر يعني اللي تبدلها عملها تبدل زي ما انا كنت شوية وبرضه المسافة الزمنية نص سنة.
طيب مش مهندس لو انا مرتاد على اي مفتاح يا معناه ايه؟ قال لك لو السويتش 1 سيادتك مش ضغط عليه بدايه يعني كنت سوي مش مهندس يعني كان بصفر والسويتش الثاني سيادتك مش ضغط عليه يعني كان كنت بصفر والسويتش الثالث سيادتك مش ضغط عليه يعني انت سيادتك مش ضغط عليه مفتاح قال لك كله هيبقى ايه مطفي كله هيبقى مطفي تمام يا باشمهندس معايا ولا لا عاوز اعمل كده يا باشمهندس احنا الحوار اللي انت عارفينه طب ازاي اعمل سويتشات تعالى كده نشوف الدرس تعالى نرسم الدرس نفس الدائرة اللي فاتت يعني عندي انا برضه ايه ال ار بي 0 ار بي 1 وهكذا بنظر ار بي 7 ادي الدائرة بتاعها ايه المقاومات بتاعتها طب باشمهندس دلوقتي عندنا كام سويتش؟ ثلاثة هل في وقت اي اماكن فيه البورت بي للسويتشات ديت؟ يعني لا ايه؟ بورت اي هاخد فيها كام من طرف البورت اي بس؟ ثلاثة هاخد الطرف ار اي 0 الطرف ار اي 1 الطرف ار اي 2 ما حدش رسم كل البورت كله خد الاطراف اللي انت عايزها بس دايما قاعده في اي دايت مايك كنترولر رسم خد الاطراف بس اللي انت ايه؟ هتستعملها فقط يا شباب يعني انت خلينا بقى ما تنسى برضه الايه الباور سبلاي والكريستال والكلام ده بس عشان بس دلوقتي بس تمام في اي دايت مايكرو كنترولر اوعى تنسى حاجه السيت اللي هي الثانيه مش بس انا عايز اعمل سويتشات انا عايز اعمل سويتشات اعملها ازاي شباب انا عاوز لما ترجع على السويتش تبقى كنت بكام واحد اعملها ازاي دي سنه بونس ادي السويتش اهو بتاعه اهو المنظر ده انا عاوز اتك عليه بكنت بواحد بسيط هوصله هنا ب 5 فولت وتحت هوصله بالقرار بتاعي كده يا باشمهندس الحمد لله لو انا ضغطت على السويتش هوصل 5 فولت للطرف ده اللي هو ايه؟ الواحد ماشي ولا لا؟ طيب عايز في بقى مشكله انا عاوز لو انا شلت صباع اجيبه زي الزيرو اسال يا باشمهندس هعمل كده الناحيه اللي كده احط لها ايه؟ ارض كده جوه ما ينفعش اعمل حركه دي ليه؟ بالظبط لو انت كده ضغطت على السويتش هيحصل قفله ما بيني وايه؟ الكهرباء 5 فولت وايه؟ والارضي طب انا عايز ابدا القفله دي تحصل انا بصيت هنا حط هنا ايه؟ حط هنا كده عشان انا امنع ان هو ابدا ايه؟ تحصل كم المقاومه كام؟ حط اي مكان اجيبها من 1 كيلو ل ايه؟ ل 10 كيلو انا عن نفسي بصراحه بحب احط حاجه 10 كيلو مش فارق معايا او 1 كيلو برضه مش فارق ماشي بقى تعالى كده تطمن لو انت مش مهندس بتضغط على السويتش هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك ايه؟ الجرام اللي هو زيرو ايه؟ زيرو فولت ولو انت ضغط على السويتش هيجيب لك ايه؟ فولت 5 فولت 5 فولت ولا اي سؤال؟ تمام طبعا الكلام ده بيخلص على ايه؟ من غير الجرام ده لو انا زرار سويت اصلا مش عارف البورت كده كده يعني عليه اصلا صفر صح؟ عشان كده كده البورت اصلا لو حط عليه حاجه صفر ولا نويز لا لا مش صفر ممكن يبقى 5 2 ونص حسب ما يكون ليه؟ في هنا يا جماعه نويز موجود اوكي اخترع تمام؟ انا لازم اجبره ان هو يبقى صفر او ايه؟ او 5 فولت ما ينفعش احسبه كده الهواء كده تمام ده السويتش رقم ده السويتش اللي هو رقم ايه؟ رقم واحد ده لما سويتش رقم اثنين نفس القصه برضه كل سويتش هيبقى معاه المقاومه بتاعته
تمام؟ ده السويتش ده رقم 2 والسويتش التالت الاخير اهوت كده. كان معاك في الكورس على فكره اي سويتش لازم يبقى معاه مقاوم كده يا شباب. انا هعمل الكلام ده بقى على كمبيوتر بس هستعمل نفس البرنامج بس اعدل عليه. هو طبعا بما ان اللي ديت واصله بالبورت بي فبرضه هيبدا ايه الكلام ده ثابت معانا. التريس بي بيساوي الصفر والبورت بي بيساوي ايه؟ الصفر. تمام ده ثابت معانا ده. بس الجديد بقى في الحوار ان انا عندي هنا ايه؟ سويتشات واصله على ايه؟ واصله على البورت ايه؟ تمام؟ هو سؤال هنا يا جماعه هل البورت ايه واصل عليه اي حاجه ثانيه؟ هل البورت ايه واصل اي حاجه ثانيه؟ يعني هل في عليه اي ليدات او اي حاجه ثانيه؟ ده هو بس عليه ايه؟ سويتشات. ما نبغاش دماغك، هخلي البورت ايه كله ايه؟ انبوت وخلاص، ماشي؟ ايه؟ ما مش هتعمل حاجه ما تخافش. اللي انت عايزه استخدمه خلاص، بس معايا الكلام ده. ماشي ولا لا؟ هقول البورت ايه كله ايه؟ انبوت، يبقى اقول له تريس ايه؟ بيساوي 0x اف اف. ده معناه ايه يا باشمهندس؟ قال لك ده معناها ان البورت ايه؟ كله هيبقى ايه؟ امبوتس. ما تغش دماغك. طب سؤال لو انا عايز اخلي اول ثلاث اطراف بس في البورت ايه امبوت هيبقى قيمته كام؟ انا عاوز اخلي اول اطراف في البورت ايه امبوت يعني هيبقى تريس ايه؟ هيبقى عباره عن واحد اللي هو ثلاثه امبوت والباقي ايه؟ اه ده كله كام ده؟ سبعه صفر. ماشي يا شباب؟ ده اوبشن وده اوبشن، لو انتوا عايزين ده او ده، بس بصراحه بصوا 99.9% من برامج المايكرو البورت ايه بيبقى غالبا بيبقى ايه؟ كله ايه؟ انبوت. وخدها دايما قاعده مني. دايما المفاتيح دايما بتبقى دايما على ايه؟ على البورت ايه؟ ماشي يا شباب؟ وبعدين سؤال ليكم بقى. هي المفاتيح دي يا جماعه؟ المفاتيح دي هيتشيك عليها مرة واحدة ولا أنا هقعد أشيك عليها على طول؟ هقعد أشيك عليها إيه؟ على طول مش مرة واحدة يا جماعة، قاعدة عامة المفاتيح دايما بتشيك دايما عليها إيه؟ على طول تمام؟ فالكلام ده هيبقى داخل إيه؟ وايل ده هيبقى داخل وايل لوب وايل واحد ماشي يا شباب؟ وايل ايه؟ واحد. هنشيك على اول مفتاح، اللي هو واصل بطرق ايه؟ ار اي زيرو. ار اي زيرو، ازاي اشيك عليه؟ هقول له اف بورت ايه؟ البتاية رقم زيرو فيها اللي هي ار اي زيرو يعني يبقى دوت بي زيرو بيساوي يساوي. بورت ايه؟ دوت بي زيرو ده معناه ايه؟ الطرف رقم ار اي 0 في البورت ايه يعني؟ لو انت ضغط على على الطرف ده هيبقى قيمته واحد ولا صفر؟ قيمته كام؟ لو هو قيمته بواحد لو انت ضغط على مفتاح هتعمل ايه بقى؟ هتطلع لي اول شات ده اول شات اللي هو ده اللي هو اسمار وحايل. يبقى اول مره هقول له كده طلع لي بقى هقول له كده البورت بي بيساوي اول مره 0x سوري اول مره هيبقى كله بصفار صح ولا لا؟ يبقى عمره هيساوي كام؟ صفر. واستنى زمن كام؟ نص ثانيه صح ولا لا؟ يبقى دي بي اندر سكور ام اس كام يا شباب؟ 500 اه فتره ثالثه ان شاء الله. لا ده الثانيه 500
وبعدين هشغل كل اللي ده تبقى بورت بي بيساوي كام؟ 255 او 0 اكس ايه؟ اف اف تمام. واستنى برضو بعدها ايه؟ ديلي اندر سكور ملي سكند كام يا شباب؟ 500 خلاص. الكود هتنفذ امتى يا جماعه؟ الكود هتنفذ امتى؟ لما تضغط على اول زرار اللي هو وصل بالطرف ار اي 0 في البورت ايه؟ ماشي يا شباب؟ معلش بقى كوبي بيست اخد ده كده كنترول سي اكرر نفس القصه برده مع مفتاح تاني بس المره دي هتبقى بي ايه؟ البت رقم 1 في البورت ايه؟ اللي هي ار اي 1 ماشي ولا لا؟ بس المره دي بقى هطلع انهي شكل؟ هطلع الشكل التاني اللي هو ايه؟ اللي هو عباره عن 0 اكس 240 كام؟ اف 0 وبعدين 0 اكس ايه؟ 0 اف ماشي شباب؟ هاخد ده برضو اكرره كمان مره مع المفتاح التالت كنترول سي كنترول في بس ده هيبقى ايه؟ بي 2 بي ايه يا جماعه؟ بي 2 تاني اول واحد دوت ده الطرف اللي هو السويتش الاولاني اس دبليو 1 التاني ده السويتش التاني ده وده الاخير اللي هو السويتش التالت. اي سؤال؟ السويتش التالت ده لو انت ضغطت عليه المفروض انه هيطلع لك احلى شكل دوت. ده ايه ده يا جماعه؟ ده كام ده؟ ده ايه؟ وده ايه؟ تمام؟ ودوت ايه؟ خمسه وده خمسه. تمام؟ يبقى نرجع تاني كده يبقى بورت بي بيساوي 0 اكس ايه ايه وبعدين 0 اكس كام؟ 55. اي سؤال شباب؟ اي حاجه شباب؟ اي حاجه؟ الحاجه الاخيره بقى مش مهندس لو انت مش ضغط على اي مفتاح اعمل ازاي دي؟ اف بورت ايه دوت بي زيرو بيساوي ساوي مش ضغط عليه يبقى كام بكام؟ صفر ولا واحد؟ صفر. ها؟ صفر. ان بورت ايه دوت بي واحد بيساوي برضه الصفر يعني ده معناه لو انت مش هتطلع على اول مفتاح ولا تاني مفتاح ولا تاني مفتاح ان بورت ايه دوت بي واحد بي اتنين بيساوي الصفر ده معناه ايه؟ ان انا لو انت مش هتطلع على اول مفتاح ولا تاني مفتاح ولا تالت مفتاح هتعمل ايه يا باشمهندس؟ كله هيبقى الخارج بتاعها هيبقى كله بايه؟ يبقى بورت بي بيساوي الصفر. اي سؤال؟ يا شباب تعالى كده اهتم بالبلد المنظر ده وترجع تاني للسيميوليشن بقى نرجع تاني لايه؟ ها؟ البرنامج خلصنا قلته؟ ايه؟ الاف الاخيره الاقواس بتاعتها يا باشمهندس مال؟ ايه؟ قسم المجموعة قسم المجموعة القفلة والفتحة كان ايه؟ مش فاهم برضه هي بتقول لي ما عملتش براكتس بتاع القاعدة القفلة اللي هي انا ليه ما عملتش هنا كده يعني؟ ليه ما عملتش كده؟ عشان هنا بدل السطر واحد مفيش داعي اعمل البراكت ده اما لو اكتر من كده سطر اعمل ايه؟ البراكت على فكرة ده صح ولا صح يعني؟ انت 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 بلد هنا برضه صح ماشي شباب هترجع تاني للسيميليشن انا كل اللي هزود هنا بس بايه المفاتيح بتاعتي هزود بس الايه المفاتيح هجيب منين المفاتيح هترجع تاني للكومبوننتس وتجيب بي دوت وبعدين هجيب ايه باتونز دبل كليك نحط بطونايه كده ونقلبها نحط تحتيها بقامه كنت مقامة كام؟ تحت المفتاح 10 كيلو هي حلوة كده نجيبها المنظر ده كده هتوصلهم ببعض وتحط هنا تاني أرضي وفوق 5 فولت تمام؟
خلاص انا كده خلصت. هتاخد ده ايه كوبي كده منه نسختين كمان بلوك كوبي, واحده هنا وواحده كمان هنا عشان تلات مفاتيح. وهوصل تاخد منهم نص نقطه, هوصل ده بالار اي 0 ودوت بالار اي 1 شايفينها اهي, وهوصل ده بالار اي 2 خلاص تمام. خلصت خلاص وتشغل بقى معلم. مش هشتغلت ليه؟ لان الشوط الاخير متحقق اللي انا انت الرقم بتاع مش هشتغل خالص تمام؟ هتك ابو مفكره سبحان الله تمام؟ اسيب الطف تمام؟ هتك تاني مفتاح هذا من عند الله تمام؟ ده اللي هو تاني شكل اللي هو ايه؟ اربع اصفار اربع وحايد وبعدين اربع وحايد اربع اصفار. الشكل الاخير سؤال لكم بقى, لو انا ضغطت على مفتاحين في نفس الوقت هيعمل ايه؟ قولوا لي كده بالسنس كده. مش هيشتغل. بص على الكود, بص على الكود, بص راحه بس بص على الكود. لو انا ضغطت على مفتاحين في نفس الوقت عليكم بس شوف حاجه اف واف واف ما ينفعش ايش تعريف؟ انت خلاص هتاكل مصاصه. هات ايش كده؟ عندي كده عليه كده اهو بس كده اهو مفتاح اهو انا ايه ضغط عليه على طول اهو تمام؟ خلاص خلاص اضغط على ثاني مفتاح. ايه اللي يحصل دلوقتي؟ بينفذ كود الاولاني وكود الايه؟ تعالى كده حتى هتك على الثالث كمان هتلاقي بقى التشكيله ايه؟ عسل. كل اللي انت كل الاكواد كلها ايه؟ بدت تنفذ. اي سؤال؟ ماشي يا شباب؟ بس